ممكن احط نفسي مكان اللعيبه دي سواء اللي في الاهلي او في الزمالك، وارد عليك رد بسيط جدا. يعني مثلا لو احنا بنتكلم بمنتهى الوضوح، فرحه امام عاشور الكبيره مع الاهلي بنهائي كاس مصر بالهدف اللي جابه في مرمى نادي الزمالك، تمام. كذلك فرحه عبد الله السعيد الكبيره جدا بعد هدف الجزيري الثاني، تمام. وايضا ناصر ماهر واحمد حمدي. ممكن بالتحديد امام وعبد الله شويه وناصر كمان يقول لك اصل احنا قابلنا جمهور يعني هجوم كبير جدا مصاعد. من الجماهير، فغصب عننا احنا بني ادمين برضو، بص يا امير، فبالتالي بينتج انا عن مش كده مختلف، فرحه كبيره. في الفرحه، لكن في مشاعر للجماهير. يعني امام ما ينفعش ان هو بعد ما كان انا زملكاوي ومتربي في نادي الزمالك وده ناديه، وحصل المواقف اللي حصلت ودخل وشتم داخل النادي الاهلي وبعدين انتقل للنادي الاهلي وبعدين يجيب جول في بطوله خارج مصر ويبقى بس الفرحه اعتذر برضو الاولى. في النص للنادي الاهلي في كل الاحوال برضو، عشان دي يعني حلقه من ضمن الحلقات. ما هو لازم طبعا طبيعي، بعد ما دخل لا النادي قبل الاهلي ما لازم يروح يعني الاهلي وهو طبعا في الزمالك كان طبعا ده اعتذر. لازم يعني. لكن هي القصه الفرحه الزايده دي ما بقولش ما بيفرح، ما تفرحش، اوكي. افرح وافرح بزياده، وكهربا مثلا بيموت نفسه بيفرح برضه بزياده. لكن انا بتكلم على اصحاب الخبرات، وبالاخص كابتن عبد الله السعيد اللي انا بحترمه جدا وبقدره جدا، ومن اللعيبه اللي حطت اسمها وحفرت اسمها بحروف من ذهب، طبعا نجم سواء كبير. اسماعيلي سواء اهلي سواء زمالك ان شاء الله او بيراميدز، كل الانديه اللي هو لعب فيها ومنتخب مصر طبعا. لعيب انا يعني بشوفه من اللعيبه النادره في كره القدم، طبعا لعيب جامد وخصوصا قوي. هو لعيب كبير عنده الامكانيات الفنيه، هينقل نادي الزمالك من ستايل لعب لستايل لعب تاني، وشفناه في مباراه القمه طبعا. فاعتقد عبد الله عنده من الخبرات والتأني، ما بقولش ما بيفرحش عشان انا طلعت وقلت ما يفرح ويعمل اللي هو عاوزه، لكن طبعا هم خدوا الحاجات الايه اللي لا ما يفرحش. انا بقول الفرحه زياده ملهاش، مش توقيت، مش توقيتها. بمعنى انت ما خدتش بطوله، انت خدت مباراه، صح. انت عندك من الخبرات علشان مشاعر الجماهير اللي كانت بتهتف لك ان يبقى في فرحه، بس مش بالزياده كده. ليه بقى اخص عبد الله؟ عبد الله عنده كام سنه؟ 38 او 39 سنه، 39. داخل على 40 سنه. معقول مع كم الخبرات دي كلها ومع كم المباريات الكبيره، هل عبد الله ما عندوش من الحنكه؟ وخلي بالك عبد الله اكتر لعيب عنده ثبات انفعالي في المباراه دي وهادي جدا وبارد كرويا، جدا. وحاجه مطلوبه قوي. اتقال ان هو في غصه من جوه علشان اتحجز على الاموال بتاعته، وحصل الموقف اللي حصل لما رجع النادي الاهلي واللي حصل، مش مختلف معاه في كل ده، لكن انا بتكلم في الهدوء في الفرحه، مفيش بس مزايده. اسمح لي اختلف معاك يا كابتن طارق، يعني مفيش تجاوز في الفرحه بتاعت عبد الله. بتكلم برضه يا ما جماعه، اصل في الاول وفي الاخر هي فرحه، يعني عادي دلوقتي بفرح بشكل كبير قوي او على حسب كل واحد والله وشخصيته، انا او مش حسب كل معترض على واحد الفرح ودوافع اللي كانت عنده قبل ما امير، يكسب انا او مش معترض على الفرح، انا معترض على شكل الفرح، او بمعنى اصح الجماهير اللي كانت بتهتف لك قبل كده. طب ما عبد القادر فتراعي لما جاب جول مشاعرهم يعني. تراعي مشاعر الجماهير بس مش اكتر، لان انا بطلع الاقي لعيب كان بيلعب في الزمالك امبارح وراح الاهلي يوم بايظ في النادي الاهلي. طب ما انا لعبت كده الايام بتاعتنا ما كانش فيها كده ليه؟ يعني هل دوت يقلل من قيمه النادي الاهلي؟ يعني انت لو كنت جبت جون في الزمالك وانت في الاهلي ما كنتش هتفرح؟ لا هفرح، بس مش الفرحه الاوفر دي. وخلي بالك الفرحه الاوفر دي تاخدها في بطوله، يبقى حقك بطوله، صح. لكن في النهايه دي مباراه. النادي الزمالك لعب فيها مباراه قويه جدا ومباراه كبيره، وقدر ان هو يرجع امجاد نادي الزمالك والكره الحلوه اللي احنا كنا متعودين عليها، وخلى ستايل فرقه نادي الزمالك ستايل تاني خالص. وهو دوت اللي انا بتكلم عليه، لو النادي الزمالك لعب بالمستوى ده يعني زي النهارده، لقينا المستوى ده مختلف شويه، عدم وجود عبد الله، عدم وجود انا نصر، حاجه للنهارده. بس وجود عايز نصر اقفل ماهر. الحته دي. الموضوع ده انا انت الموضوع بتقول اتقفل بالنسبه لي. انت بتقول ان عبد الله انت كسبت ماتش مش بطوله، فمعنى كده ان امام فرحته كانت طبيعيه لانه خد بطوله في ماتش القمه لا في مش نهائي كاس طبيعيه مصر برضه، برضه لا مش طبيعيه برضه، لا احتراما للجمهور. للجماهير. بس انا بتكلم عبد الله راجل خبرات طويله وعنده 40 سنه وده عنده 26 سنه، فالفرق من السن كبير، 14 سنه ده فرق كبير جدا. فانا كان كل كلامي ليس تقليلا في عبد الله، بل بالعكس، عبد الله قيمه وقامه كبيره جدا، وعبد الله افرح عبد الله واعمل كيفما تشاء بس في حدود المعقول،
علشان مشاعر جماهير النادي الاهلي مش اكتر.